تشهد بعض المناطق في ولاية البحر الأحمر حميات غريبة تصيب المواطنين وبخاصة الأطفال وكبار السن، وقد أودت بحياة البعض. وقالت مصادر لقناة طيبة من مدينة بورسودان إن هذه الحميات تسببها المياه. يأتي ذلك في وقت شرعت السلطات المحلية بتنظيم حملات رش واسعة تستهدف الأحياء. وكان مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية دكتور بابكر المقبول قد أكد خلال لقاء بوالي البحر الأحمر الهادي محمد علي مع وزير الصحة الاتحادي الخير المبارك النور في الخرطوم، أكد أهمية تضافر الجهود القومية والمحلية لمعالجة قضية المياه التي تتسبب في انتشار الحمى الغريبة التي تشبه حمى شيكونغونيا التي ضربت مناطق واسعة من ولاية كسل العام الماضي. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير قطاع الصحة في ولاية البحر الأحمر دكتور الفاتح ربيع عبد الله. دكتور الفاتح، بداية مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة طيبة، ومن هنا نحن نحييكم. حياك الله. يعني دكتور الفاتح، بداية ما هي تلك الحميات، ويعني برأيكم ما هي أسبابها، وإذا لديكم إحصائيات حول عدد المصابين والمتوفين؟ طيب شكرا. اولا حقيقه هي ما حمى غريبه، هي حمى او مرض الشيكونغونيا، ودي حمى فيروسيه بتصيب الفيروس اللي هي بتنقله باعوض، والباعوض نوع معروف نحن لدينا هنا باعوض اسمه الزائج المصريه اللي هو الايزيجيتايد، وهذا الباعوض بينقل هذا الفيروس من الشخص المصاب الى الشخص السليم، زي الملاريا. الملاريا بنقول الطفيلي، بعض الأنوفلس ينقل الطفيلي إن كان في باكس ولا أي نوع من الطفيلي بنفس الطريقة، لكن ده فيروس والملاريا الطفيلي. هي حقيقة طبعا بدأت في ولاية البحر، بدأت في سواكن في شهر 9، ويمكن تقريبا يمكن جات من كسلة. الحمد لله الناس اتدخلت بسرعة، وكانت الحالات يعني في شهر 9 الحمد لله كانت ما في حالات، يعني رجعت تقريبا في شهر 11 في بورسودان، والتدخل هي طبعا كانت واضحه بعد التشخيص زي ما ذكرت، هي حمى الشيكونغونيا. وطبعا في خبراء بيشخصوا الحاله بعد ما ياخذوا العينات بعد الدم ويفحصوها، وطبعا عن طريق جهاز اسمه البي سي ار والاليزا، وهي بتظهر فيها الفحص نوعيه المرض اللي هي نوع من الحمى، وهي حمى الشيكونغونيا. نعم دكتور الفاتح، يعني هي الان يعني وضحت انها حمى الشيكونغونيا، كم عدد المصابين وكم عدد المتوفين اذا هناك وفيات في ولايه البحر الاحمر؟ هي بحمد الله طبعا هذا المرض، مرض الشيكونغونيا طبعا هو مرض ليس مميت، يعني ما فيه مماتة، والحمد لله احنا ما عندنا يعني الحمد لله ما عندنا فيه اي يعني ميت فيها يعني، لكن الاصابات هي اصابات يمكن الآن انحسرت بشكل كبير جدا، لأنه نسبة للتدخل الكبير الحاصل الآن في مدينة بورسودان من مكافحة الناغل اللي هو الباعوض، من الرش بيت لبيت والتوعية الصحية، رفع الوعي الصحي، كيفية حفظ الموية، لأنه طبعا بورسودان هي معروفة بشح المياه، إن هم بيحفظوا المياه في داخل البيوت، في الخزانات، في البراميل، في الجلكانات وما شابه ذلك. والباعوض طبعا هو مش بيتوالد في اقل مساحه بتاعت مويه، يعني في علبه الصلصه ممكن هو الباعوض يتوالد فيه، دي خطوره الباعوض في انتشاره يعني. لذلك كان لابد يعني الناس تتدخل، ونحن من هنا بنحيي حكومه ولايه البحر الاحمر على راس الاستاذ الهادي محمد علي ووزير الصحه وكل حكومه الولايه، اللي هي يعني حقيقه وضعت ميزانيه كبيره جدا للعمل. يعني احنا عندنا 1250 مطبع في مدينة بورسان فقط، بخش من منزل لمنزل للتوعية الصحية والعملية بتاعت الرش، ودي أدت يعني إحنا في البداية كان يمكن يوميا كانت الإصابات 100 لهنا، لكن الآن قلت كثير جدا، ونحن الآن ماشيين بانحسار كبير جدا، وإن شاء الله في خلال الأيام الجاية أو الأسابيع الجاية إن شاء الله حتكون خالية من مرض الشيكونغونيا مدينة بورسان إن شاء الله بإذن الله. نعم، هل هناك إصابات في مناطق أخرى، يعني في مناطق أخرى غير مدينة بورسودان، يعني ولاية البحر الأحمر كبيرة ومتسعة؟ كانت في إصابات في طوكر، يمكن كان يعني يوميا كانت حوالي 17 حالات في طوكر، لكن الآن يعني طوكر بلغت 2 فقط الحمد لله. وفي سواكن كان في برضه حوالي زي 20-21 حالة، لكن اليوم بلغت الحمد لله حوالي 7 حالات، وده دليل على انهم برضه
الناس كلها شغالة، أيام شغالة عمل كبير جدا جدا، وهي ماشية في انحسار الحمد لله. والآن هي نحن نفتكر الحمد لله بجزاتها، هي بالنسبة لنا مزعجة لأن المواطن تملك المعلومة وعرف المرض سبب شنو، فيروس، وهو بيجي بحمى وبيجي بصداع وبيجي بفطور عام وآلام المفاصل، وعلاجه معروف. ونحن الحمد لله هنا ولاية البحر الأحمر والاتحادية، نحن وزارة الصحة الاتحادية من حقيقة من هنا وفروا العلاج مجانا، إن كان بنادول دريبات أو بنادول أو دريبات، كل العلاجات هي مجانية. المريض بيجي إن كان مركز صحي ولا المستشفى بياخذ العلاج مجانا الحمد لله. نعم يعني الحمد لله الأمور ماشية كويسة الحمد لله. نعم يعني الآن الوضع تحت السيطرة في ولاية البحر الأحمر وفي بورسودان تحديدا. دكتور أخيرا يعني وفي عجالة، هل هناك خطط لزيادة الوعي وتثقيف المواطن المحلي لكيفية تجنب هذا المرض؟ نعم، ده سؤال جميل جدا جدا. الآن احنا وضعنا خطة استراتيجية اللي هي من تقريبا لخمس سنوات اللي هي نحن نضع فيها اللي هو رفع الوعي الصحي، ليس فقط في حمى الشيكونغونيا، لأنه البعض ده هو بينقل برضه حمى الطنق وقبع وضرانفلوس بينقل الملاريا، وفي كذلك كثير من الطوارئ. نحن محتاجين المواطن وهو يكون الوعي الصحي بتاعه عالي جدا جدا، لذلك الخطه بتاعتنا نحن ان شاء الله باذن الله نرفع نسبتنا 100% ان المواطن يكون هو درجته واعيه جدا، هو يشارك مشاركه المجتمع الوطني مع الصحه في جميع العمل زي ده وفي جميع العمل الصحي، ده يقلل لنا من الاصابات ويقلل لنا من عمليه الاوبئه وكذلك الامراض الساري اللي هي تشكل لنا خطورة على المجتمع إن شاء الله. ففعلا عندنا إحنا خطة في تعزيز الصحة في العمل الكبير جدا في التصنيف الصحي للمواطن لرفع الصحي لرفع الوعي الصحي ومشاركته في تحريك المجتمع، مشاركته هو ذاته في الحملات في الأحياء، مشاركته في الأحياء ومشاركته في العمل الصحي مع الصحة إن شاء الله، إن كان في المنطقة الصحية أو في كذلك في الأحياء وفي أشكرك. كل المناطق المهمة جدا اللي هي نحن بتدينا نحن إن شاء الله إنه المواطن يقدر هو يستطيع من خلاله هو يوقي نفسه بوقاية خير من العلاج. أشكرك جزيلا الدكتور الفاتح ربيع عبد الله مدير قطاع الصحة في ولاية البحر الأحمر، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة بورسودان.